ستوري كي لعبت الكل اليوم باش ننطلقوا بهاشتاغ دار في ثلاثة قارات. عنوانه وكلمة السر نتاعو هي أشرف حكيمي. أشرف حكيمي هو اللاعب الدولي المغربي في نادي باريس سان جيرمان. الهاشتاغ هذايا دار بين ثلاثة قارات فعلا، خاصة من شمال أفريقيا، بدا من فلسطين المحتلة شمال أفريقيا إلى أوروبا، وخاصة باريس عاصمة الأنوار. اللاعب الدولي المغربي هذا تعرض لهجوم عنصري كبير نهار الاثنين في ماتش سوبر كوب الفرنسي اللي تلعب في تل أبيب، والناس كل استغربت علاش يتلعب في تل أبيب، هذه عادة جديدة، سوبر كوب كل مرة تنظمه الدولة. تلعب في تونس مرة زادا يظهر لي 2010 يلا خليه واصل. تعرض لهجوم كبير برشا، تم شتمه كلام زايد بالإنجليزية، الكلمة اللي ترجموها في الام بي سي تو تبا لك، تضرب دبابز. الفيديو موجود يعني، والاصوات الاستهجان اللي تعرض لها في كبيره ياسر في الملعب. هذا ما خلى يصير تراند كامل يتعاطف معه، تراند عبر للقرارات غضب كبير، يقول القايل علاش هذا الكل، انه برشا جماهير رياضيه في الاول لمتوا لما هبط التغريده نتاعو اللي تعلن لانونس كيما لافيش هكا نتاع الماتش. الناس قالوا وين ماشي، علاش ماشي اخي، انت مش قلت بسنه القضيه الفلسطينيه، وصار تراند فيه هجوم عليه انه ما لازموش يمشي، كي سمعوا به باش يمشي صار التراند هذا عمل دوميتور، ولهنا الترندات راهي تخطف الدوره وترجع. عطول حكيوا عليه الموضوع هذا، تراند يكون ماشي في اتجاه يتقلب في اتجاه عكس بالمحافظه على نفس الهاشتاغ. داكا هذا مهم برشا تكنيكمون في السوشيال ميديا. فحكيمي علاش صار عليه الهجوم هذا؟ تغريده ترجع ل 10 ماي، كي نقولوا 10 ماي نقولوا الحرب على غزه، نقولوا لك الحرب اللي صارت تاع حي الجراح بالضبط اللي نجوها من بعد في تراند اخر زاده تاع حي الجراح. كتب فيها بمجرد كتب فيها يعني هاشتاغ فري فلسطين، وحط قلب هكا يعني تعاطف مع فلسطين هكا رفع عليك روحك يعني فيها. كما تشوفوا فيها ما فيها حتى شيء، سياسه ولا دعم كما تهموه بعض الارهاب، ولا ما فيها حتى شيء. هذا ما شفعلوش وتعرض هجوم، الناس الكل تجي تدخل تشوف الفيديو. تحط الهجوم من اي نوع من الجماهير؟ عربيه، جماهير اللي موجودين في الستاد؟ لا لا اسرائيليه. لا نحكي على الهجوم عليها على التويتر. وين جي الكوره؟ وين يمس الكوره؟ لا تو نحكيو الهجوم في الستاد، نحكيو على فيديو حادم انتشر برشا تو من نهار اثنين في الليل. كيفاش يضربوا فيه بدبابز ويسبوا له في ولدي، يعني كلام خايب برشا وعنصري جدا. وهذا يختير ممكن الفيفا نستناو في رد من الفيفا في الموضوع هذا. شبونس به على شوي. المهم رغم هذا يقول القائل المفروض الناس الكل متوحده، لا ديما فما صوت نشاز هنا على الفيسبوك ملاك مش في تويتر. فما صفحه مغربيه تدعم التطبيع المركزي الصهيوني مع اسرائيل، صفحة غريبة الأطوار شوية بالطبيعة، احنا مانيش نعمل لها. علاش غريبة الأطوار؟ تتماشى مع سياسة الدولة اللي تقريبا تزيد شوية وتزيد شوية تزيد شوية تزيد على ما وصلوا عكس الدولة تحسها حاشمة لا هذه أوزية برشا. يعني تقريبا عملوا التغريدة في الأول تقراها تقول هذه متعاطفة معها، لكن في الأخر ترجع ترمي له الكرة تقول له يعني تقول له أي تستاهل، علاش تدعم في فلسطين في وقت من الأوقات. دونك هذا تراند للملاك ملا خو تعصاب باش تلعب في استاد هكاك بالحق. يقول قايل ما كروش مشي، وهذا رأي أغلب الناس. الفريق حقه حماه، مش هو ما كروش مشي، الفريق نتاعو يرى الوضعية الكل ويقول أي مازال فما خوذ، خصوصا انه بي اس جي ما لعبتش الماتش بكامل عناصرها، معني كان اشرف حكيمي نجم يرتاح. والماتش هذا شد مشاركه ملاعبي تونسي زاد نذكروا اسماعيل الغربي فورمي في فرنسا وبينتو ان شاء الله باش يكون في ليكيب ناسيونال، دخل في دقيقه 61، معناها مش كان اللاعب المغربي، كان اللاعب العربي الوحيد شرطه. مع العلم انه محمد صلاح لعب غاديك ومركبون توا اي في نفس ال مطبعه. لا مطبعه خاطر الدوله المصريه مطبعه مع